من شركة عرب جروب. النهاردة هنكلمكم عن بطاريات الحمام او السمان او طول الزينة. طبعا دي بطارية سلك كاملة 4 دور، وزن البطارية 17 كيلو. من تاني، وزن البطارية كام؟ 17 كيلو. ادي دور 2 3 4 ادوار. طبعا زي ما احنا شايفين ادي بياضة 2 3 4. ونبص من قدام على العلافات، طبعا ادي علافة 2 3 4. طبعا ده الكب اللي هو المستخدم زي ما احنا شايفين، كب اسباني حاجة عالية جدا. طبعا ده درج السبلة، وطبعا اللي جوه دي اللي هي البياضة اللي انتم شايفينها دي، دي البياضة. طبعا دي العلافة، علافة اللي هي 2 عين زي ما احنا شايفين. وده الكب اللي هو الاسباني. بنكرر تاني، وزن البطارية 17 كيلو. وزن البطارية كام؟ 17 كيلو. شغل محمل، شغل محترم. طبعا مقاسات البطارية من هنا كده 60، عمق كده 60، تمام. الارتفاع كده 50، يعني ارتفاعها 2 متر، عمق 60 في 60. شركة عرب جروب، ياريت تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك وشير الفيديو. ولو في اي استفسار او سؤال ياريت نسيبه في التعليقات. هنسيب ارقام التليفونات كالعادة في الوصف وفي اول تعليق. شركة عرب جروب.